صباح النشاط والحيوية والطاقة الإيجابية مع جالي جوج الشان حبيبي. تاني في البال تاني في البال ناري والجني وحداني. إيه أحبابي صباح النشاط والحيوية والطاقة الإيجابية، كيف عهدتكم ديما ديما توجور بوزيتيفيتي، الناس سلبيين والطاقة السلبية وداكشي كامل ما عندنا ما نديرو به. صباح النور، صباح الخير، صباح الربح، صباح الفل، صباح الياسمين، صباح العسل الحر اللي كيتقطر من هاد الناس الزوينين اللي كيسمعوني في هاد الصباح. صباحكم مبروك أحبابي. نشعل غزالي قنديل نتفكر ايام زمان، نروي الحكاية لليل ويتفاجأ حاجة نقولها في هاد الصباحيات وهي ميرسي بوكو الناس الجداد اللي دخلوا عندي، مرحبا بكم، تبارك الله عليكم، نورتوا لاشين ديالي ولهلا خدتكم عليا، وكنتمنى تكونوا متابعين الاوفياء كيف عندي متابعين اوفياء زوينين اللي كيسمعوا لي في هاد اللحظة هادي. كنتمنى لكم احسن ما كاين يا ربي، واللي عنده شي حاجة في باله وفي خاطره الله يقضيها له، واللي غادي على شي غرض الله ينجحوا فيه ان شاء الله يا ربي، واللي مريض الله يشافيه، والله يرفع علينا هاد الوباء وهاد البلاء يا رب، والله يرفع علينا سيء الاسقام. تشوفك عينينا واحد السيدة كاتبة بلا استعملت نخالة في الرجيم وافقتني، درتها في الخبز جات زوينة يا سلام، درتها في دانون كليتها عطتني نتائج رائعة في إنزال الوزن، واستعملتها حتى مع الناس لقيتها جابت نتيجة غزالة غزالة غزالة. هذا كنصحكم باستعمال نخالة باش اللي دار راسو في النخالة اش كيطرالو سين قفول تشاش. وهذه واحد الكلمة سريعة سريعة جدا للناس اللي كيقول لك علاش كيتعاملوا معايا هكا، علاش كيفعلوا معايا هكا، علاش كيديروا معايا هكا، راه حتى انت ما عطيتش قيمه لراسك، اون فوا تعطي قيمه لراسك غيعطوها لك الناس فقط، هذا ما كاين سلف ودين. نصبر لكن احتلي حبيت احبابي نذكركم انه ان شاء الله في لافان د لاسمان غيكون ان فيديو سبيسيالمون بور لي ديديكاس، اللي بغى يدير شي ديديكاس يخليه لي في كومونتير وانا غناخذو بعين الاعتبار بلو نو بكل شي ديالو حتى لا شونسون اللي كتحبوا تسمعوها في لاشين ديالي. تعال الله تعال في الحين تعال احبابي، ونقول لكم نهاركم مبروك، صباحكم مبروك، ان شاء الله يكون فيه كل خير، كيف ديما تنموت عليكم انا جوف زام لهلا خطيكم عليا، تبارك الله عليكم في امان الله. ويلي ويلي رانا كنبغي قلبي احتاج ما ننسى وحالف حالف العاش بلا بي دخلت علي شجرتي